بالنسبة للوحات المرورية الجديدة، أتوقع العقد اللي يخص الخط الإنتاجي راح يصير عندنا في العراق، في بغداد، في مديرية المرور، خط إنتاجي للوحات المرورية الجديدة اللي تكون مستطيلة ومكتوبة بالأرقام اللي تسمى إنجليزية، لكن هي أصلها الأرقام عربية طبعا، لكن معروفة بالاسم الإنجليزي، يعني بالأرقام الإنجليزية. طبعا أكيد راح يكون تبديل اللوحات لجميع المركبات في العراق، ومشمول هذا الأمر المناطق الشمالية اللي هي أربيل و دهوك وسليمانية، كذلك سيكون سعرها تقريبا يعني 50 أو أقل، 50,000 دينار. راح تكون هاي اللوحات بشكل سلس وسهل تبديلها، لأن أغلب اللوحات التابعة للمشروع الوطني بها إحداثيات ومعلومات محدثة كاملة عن جميع المركبات، فأكيد تكون أسهل بالتبديل لأن معلومات موجودة. كذلك إن شاء الله هذا الخط الإنتاجي سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة.